المذيع التلفزيوني والساخر باسم يوسف. باسم، من الرائع عودتك إلى البرنامج، أتمنى أن يكون ذلك في ظل ظروف مختلفة. ولكن أولا، ما هو رد فعلك على ما حدث يوم 7 أكتوبر؟ كان فظيعا بالطبع. يعني نحن نوعا ما نحصل على أخبارنا بشكل مباشر أيضا، لأنه أنت تعرف عائلة زوجتي يعيشون في غزة ولهم أبناء عمومة وأعمام هناك، كما تم قصف منزلهم ولم نتمكن من التواصل معهم طوال الأيام الثلاثة الماضية، تم فقدان الاتصال. لذلك نحن لا نعرف في الواقع ما هو كيف حالهم، ولكن أنت تعرف نحن معتدون على ذلك، إنها مجرد أفعال متكررة دوما، نحن معتدون على ذلك، لقد اعتدنا على تعرضهم للقصف في كل مرة والانتقال إلى مكان آخر. أنت تعرف أنهم مثل هؤلاء الفلسطينيين، إنهم مثيرون للشفقة، دوما إسرائيل تقتلنا لكنهم لا يموتون أبدا. أنت تعرف من الصعب جدا قتلهم، من الصعب جدا قتل الناس، أعرف لأنني متزوج من واحدة منهم، حاولت عدة مرات ولكن لا أستطيع. يعني هناك روح الدعابة السوداء هناك وأنا أفهم ذلك، إنها ليست روح دعابة مظلمة أحاول الوصول إليهم، لكنها دائما تستخدم أطفالنا كدروع بشرية. مرة أخرى، أنا أفهم الفكاهة ولكن نكون جديين. باسم، الليلة هناك سأكون جديا. كنت أشاهد مقابلتك مع بن شبيرو وسأخبرك بشيء. أعتقد أن بن شبيرو هو أحد أذكى الناس من سار على هذه الأرض، هو جدا ذكي، أنا أتبعه وأصدق كل ما يقوله. وعندما خرج في برنامجك وكان الحل له وأنا أقتبس، وكان حله هو أن الحل لذلك هو أن تقوم إسرائيل بضم غزة وقتل أكبر عدد ممكن من الظالمين للتأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى. وأي شخص يدعو إلى وقف إطلاق النار سيكون متعاطفا مع هؤلاء الإرهابيين، لا سمح الله. لا أريد أن يتم تصنيفي على أني متعاطف معهم، لذلك أتفق مع بن شبيرو. أعتقد أننا يجب أن نقتل أكبر عدد منهم، لكن حتى الآن تم قتل 3500 شخص بينهم 5000 من هؤلاء الظالمين في قصف المستشفى المعمداني كما نتحدث حتى الآن، وكان ثلث هؤلاء 3500 من الأطفال. لذلك فإن سؤالي لبن شبيرو، كم عدد أبناء الظالمين الذين تحتاج لقتلهم حتى يكون بن شبيرو سعيدا؟ لأنه يتغير من سنة إلى سنة. أنا آسف، أنا حقا في وضع غير مؤات هنا، أنا أنظر إلى الكاميرا، أنا لا أراك، أستطيع أن أسمعك. سمقاطعتي هو أني أعتقد أنك تخلط بين مقابلات مختلفة مع بن شبيرو، إنه يتحدث هناك على وجه التحديد عن إرهابي حماس، وأنا أتفق معه. الشيء هو، السؤال ما هو الرد المناسب، لأنه كان مختلفا من طبقة إلى أخرى. لذلك إذا نظرت إلى هؤلاء مثلا على سبيل المثال، هذا موت الإسرائيليين والفلسطينيين، وتغير من سنة إلى أخرى، إنه مثل التقلب، مثل العملات المشفرة. لذلك سؤالي هو، ما هو المعدل السائد اليوم لحياة الإنسان؟ كان سنة 2014 قتل 88 إسرائيليا ومقتل 329 فلسطينيا، أي إسرائيلي واحد مقابل 27 فلسطيني، وهذا هو سعر صرف جيد جدا. ما أقوله هو، ما هو سعر الصرف لهذا اليوم؟ لذلك يا رفاق، سوف أكون سعيدا. هذا ليس أنا يا رفاق، أنا لست على أي من الجانبين، لا لا لا، أقول الناس على الجانب الآخر. أعلم أنك لا تفكر بهذه الطريقة، أنت واحد من الأخيار، لكن دعني أخبرك بأمر ما. سبب استخدامي لهذا هو أنني لا أستطيع تذكر ما حدث في عام 2014. الأمر هو، سؤالي هو، ما هو العثور على سعر الصرف اليوم حتى نعرف؟ رد على ذلك سيكون هذا، لقد فكرت مليا في هذا الأمر، أعتقد أنه أمر صعب للغاية بالنسبة للأشخاص مثلي أن ننغمس في صراع لا نتدخل فيه بشكل مباشر، وفكرت مليا فيما أشعر به حيال ذلك. أشعر أن حجم ما فعلته حماس يوم 7 أكتوبر يحل محل أي شيء آخر رأيته في هذا الصراع. حقا، الوحشية والمذبحة، ذبح إطلاق النار واختطاف الجداد، إذا تمكننا من الاتفاق على ذلك، والذي أعتقد أنه لا جدال فيه، ثم يصبح السؤال بعد ذلك حول النسبة. أوافق على أنه كان هناك الكثير من الأشياء السيئة على كلا الجانبين، العودة تاريخيا لعقود من الزمن، ولكن إذا اتفقنا على هذا كان على مستوى مختلف تماما، بشكل متعمد من قبل حماس تهدف إلى استفزاز. بصراحة لا أعرف ما هو الرد المناسب. أنا بصراحة لا أعرف، لقد كنت أشاهد الغارات الجوية. إذا ما هو سؤالك؟ ما هو السؤال؟ كنت لا أطلب منك، لو كنت إسرائيل وهذا ما حدث لك،
ما هو برأيك الطريقة المناسبة للرد في البلاد؟ سأفعل بالضبط كما فعلت إسرائيل، قتل أكبر عدد ممكن من الناس لأن العالم يسمح لي بذلك، أعني أستطيع أن أفعل ذلك لأنني أستطيع. لكن الأمر هو أنا أتفق معك وتعلم سأكون متقدما عليك لأنني أرى السؤال قادما، هل تدين حماس بسبب الفظائع التي ارتكبتها؟ نعم أنا أدين حماس، أنا أدين حماس، هي مصدر كل الشرور وهم السبب. ولكن لدقيقة واحدة تخيلوا عالما بدون حماس، كيف سيبدو هذا العالم؟ فلنعطي هذا العالم اسما ودعونا نسمي هذا العالم الضفة الغربية. ليس لدى أي حماس سيطرة عليها، ومنذ بداية هذا في الشارع استشهاد 37 طفلا فلسطينيا. لا يوجد مهرجان موسيقي، لا طيران الشراعي، لا حماس منذ احتلال الضفة الغربية وقتل 7000 فلسطيني. لا يوجد مهرجان موسيقي ولا طيران شراعي ولا حماس. أستطيع أن أستمر وأستمر وأستمر، ولكن لا تحتاج إلى ذلك لأنه بطريقة ما أنت تعز للجوقة، أنا أتابع، أنت لا تعز. إذن الأمر بمعنى أنني أعلم ما تقول وأن له صحة بالطبع. بيرس، اسمع يا بيرس، أنا في وضع غير مؤات هنا، أستطيع سماعه، لا أراك، أنا في غرفة خانقة، لذا أرجو أن تسمح لي ببعض التراخي ولا تقاطعني وتقاطع ما أقوله بالتأكيد. لكن هذا يجب أن يكون عادلا، لأنه إذا كنت تريد أن تسمع رأيك فقط لا أستطيع إلا أن أدين حماس وأعود إلى بيتي. لذا إذا كنت تريد أن تفعل ذلك، أو هل لديك محادثة أكثر؟ نعم بالتأكيد أريد محادثة دقيقة، لم أكن أعلم. لذا دعنا أود أن أقول أنني أشيد بإسرائيل حقا لفعل شيء واحد لا يفعله الجيش القوى في العالم. سمعت بن شبيرو وسمعت رون ديستانس، وقالوا أن إسرائيل هي القوى العسكرية الوحيدة في العالم التي تحذر المدنيين قبل قصفهم. أعني كيف سخيف هذا؟ هذا لطيف للغاية، لأنه بهذا المنطق إذا بدأت القوات الروسية بتحذير الأوكرانيين قبل قصف منازلهم، نحن هادئون مع بوتين. لقد حذرتهم، اذهب للغزو، لا بأس، لقد قمت بعملك. الشيء هو، وأنا أفهم وسمعت أيضا بن شبيرو يتحدث عنه حول الدرع البشري. إذن أنت تذكر عائلة زوجتي وهم يعيشون في غزة، لذا سألتهم، لقد أخبرتهم، عندما تعطيك إسرائيل التحذير الجميل، التحذير اللطيف، هل تجبرك حماس على ذلك البقاء في منزلك حتى يتم قصفك واستخدامك كدرع بشري؟ أتعلم ابن عم زوجتي إنه خاسر، قال لي، وعندما سألته هل يحدث ذلك؟ قال لا، أنت لا تفهم، بن شبيرو ورون ديستانس يستمران بالقول أن إسرائيل حذرتك وحماس طلبت منك بالبقاء، لذلك قلت له على أنه خاسر، لم يحتفظ بالوظيفة حتى أنه فشل في كل المقابلات ليصبح مثل الدرع البشري. سأصدق بن شبيرو، دعني أسألك سؤالا. في مرحلة ما يجب أن أسأل عليك الأسئلة، إنه ليس ملوجا بالنسبة لك. إذا اتفقنا على أنه بالنسبة ل 14,000 ضحية هم الدرع البشري، فهل يعني ذلك أن كل واحد من هؤلاء المدنيين كان يقف خلفه عسكريا ليضعه هدفا عسكريا؟ لأن هذا كثير، حماس تحزم أمتعتها. بالطبع لا، وانظر أنت تعرف، لذلك هناك بعض الأضرار الجانبية، الكثير من الأضرار، لا بأس، تقتل البعض لتنقذ البعض الآخر ثم تقتل البعض الآخر. اسمح لي أن أسألك سؤالان يعود إلى الاستجابة المناسبة. عندما قرر العالم أن عليه التخلص من داعش بسبب المذبحة المروعة التي كانوا يقومون بها، لقد فعلت ذلك عن طريق القتل الخطأ. للأسف الشديد الكثير من المدنيين على طول الطريق من خلال القيام بغارات جوية ضد الأماكن، ولكن قتل الكثير من المدنيين. أنت قلت لا مفر من ذلك، ولكن بمجرد أن قرأت إسرائيل أنها التخلص من حماس وحماس أصبحت جزءا لا يتجزأ من السكان المدنيين، أنا قلق للغاية بشأن ما سيحدث بعد ذلك. لقد كتبت عمودا الليلة أقول فيه أنني أتذكر حرب العراق، أتذكر ذلك. لذلك سؤالي لك هو، ما هو برأيك الرد المناسب من جانب إسرائيل على ما حدث؟ حسنا، إنها سنوات من الردود غير المتناسبة من جانب إسرائيل. إذن ماذا سيكون مفاجئا هذه المرة؟ ما هو التطور الذي سيجعل هذا العمل هذه المرة؟ ماذا سيكون مختلفا هذه المرة؟
هي فقط ال 15 سنة الماضية. هذه الإحصائيات لأنه كثير جدا من الورق، لقد حصلت عليها للتو، ولكن كيف سيكون ذلك مختلفا؟ الأمر هو أن سعيد للغاية في المقدمة لأنك ذكرت حرب العراق. أنا أهنئك يا بيريس بقول ذلك لأنك كنت صادقا في ذلك. قلت أن نشر الأكاذيب مثل سحة الدمار الشامل جعلت الناس ينظرون إلى هؤلاء الناس على أنهم أقل من البشر ويقبلون بموت مليون عراقي سواء بالعقوبات أو بالغزو. أنت رجل صالح، هذا مذهل. وأنت تعرف ما هو مذهل أكثر؟ هو عندما تنشر أكاذيب 40 طفلا مقطوعة الرأس على الرغم من دحضه. فماذا سيحدث عندما يسمع الناس ذلك؟ قتل الأطفال أمر مروع، لكن عندما تقول قطعة رؤوسهم أنت تزرع صورة معينة، محفز معين في أذهان الناس. من قال ذلك؟ لقد قلت 40 شخصا تم قطع رؤوسهم، 40 طفلا. لم أقل ذلك مطلقا. ألم تقل في برنامجك 40 طفلا مقطوعة الرأس؟ أبدا. بن شبيرو لم يقل ذلك. رون ديستانس لم يقولها أحد. No. Oh, okay. حسنا. Okay, maybe I am wrong. Decapitated. Here's you're the wrong. Thing. I've never said the that. The thing, what happened, what, ha- yeah, what, no, you're wrong. All Muslims. يمكن أن يموت جميع المسلمين. لقد استغرق الأمر 80 عاما لتغيير كلمة واحدة من يهودي إلى مسلم، وبعد ذلك قمت بنقل ذنبك إلينا وأخذوا أرضنا. باسم، اسمح لي أن أطرح عليك سؤالا. كيف نصل نحن ما نحن عليه الآن إلى السلام؟ حسنا، أولا تحتاج إلى تغيير التصور. نيكي هيلي المرشح الرئاسي الأمريكي وقال نحن في إسرائيل في هذا لأنها معركة بين الخير والشر. والآن إذا قررت بالفعل أن شخص ما هو جيد لا يستطيع أن يفعل الشر، وإذا قررت أن شخص ما شرير من الجيد قتلهم. قتلهم جيد. هل ترى الشيء هو أنه ليس مثل شيء جديد؟ أعني انظر إلى التاريخ وأرى. أنا آسف وأنا آسف لقول هذا، لكن الغربيين تعملوا دائما بهذه الطريقة مع السكان الأصليين. لقد عملتهم في البداية مثل متوحشين، بعد ذلك يقتربون من الإنقراض وتبدأ بالشعور بالأسف عليهم إنهم كالحيوانات. لذلك ربما يكون الحل هو نقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين حتى لا يزعجك العدد القليل منهم. حماس ملتزمة بالقضاء التام على الشعب اليهودي. أنا لست المتحدث باسم حماس. أنا لا أقول لك. أنت تتحدثني أنا أكرههم، اللعنة على حماس. لا لا، أنت تتحدث بشكل عام عن الناس في الغرب، لذلك تتحدثون دائما على العرب باعتبارهم متوحشين. أنا لا أتحدث عنك، أنت مذهل. يتعلق الأمر بالطريقة التي تصرفت بها حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، ولكن تصرفوا مثل قطيع من الوحوش ضد الشعب اليهودي. ما هو الرد المناسب؟ لكنني لا أعرف. لكن لا توجد حماس في الضفة الغربية وما زالوا يموتون هناك، إذا ما هو عذرك؟ ليس لدي أي عذر. حسنا، ما هو تفسيره؟ سوري، لقد سقطت سماعتي. أنا لا أدعي أن هذه لم تكن مشكلة كبيرة بين فلسطين وإسرائيل. العودة إلى منتصف الأربعينيات، كلنا نعرف هذا. أنا معهم. أوكي، بيريس، استمع إلي. أنا لا أقول أنك تختلق الأعذار، ولكن إذا كنت تتبنى وجهة نظر عليك أن تدافع عنهم على الأقل. أنا أقول لك أنه لا توجد حماس في الضفة الغربية. ما هو العذر؟ ما هو العذر لقتل الناس هناك؟ حسنا، استمع. مسألة التناسب هذه، فلتجب على سؤالي. أجب على سؤالي. في الواقع ليس من وظيفتي الإجابة على أسئلتك يا باسم، إنها ليست كذلك. حسنا، أنا أتفق معك. من لديه عائلة في غزة؟ من هو المصري في الشرق الأوسط؟ إنه أنت. أنا مهتم أكثر بما لديك لتقوله يا باسم. أعتقد أن حماس هي المشكلة. أوكي، حسنا، لنفترض أن حماس تمت إزالتها. نعم، أنا أتفق معك في كل شيء، لكن هل تريد مني أن أدين حماس؟ سأدين حماس. الجميع أعتقد. باسم، هل أنت هناك؟ شكرا، أنت تستطيع سماعي يا باسم. إذن الأمر هو حماس توقفت عن الوجود. هل تسمعني؟ نعم، حماس قد توقفت عن الوجود. الآن في فلسطين، في الضفة الغربية وغزة، من الفلسطينيين يمرون بنظام السجون الإسرائيلية، سواء السجن، سواء الاستجواب، سواء التعذيب، والبقية منهم يعيشون حياة خسارة يومية للأرض، من المنازل، من الحياة، وهم مختنقون جدا بهذا. أبناء شعب فلسطين، إذا كنت فلسطينيا تعيش في هذه الظروف منذ عقود،
هل ستتعاطف مع الظالم الخاص بك؟ أو يتعاطفون مع الأشخاص الذين يدعون أنهم يقاومونهم حتى لو كانوا إرهابيين؟ لقد أوضحت أنني لا أخفي أنني أعتقد أن الظروف التي كان على الفلسطينيين أن يعيشوها أنها ظالمة. لقد قلت هذا لسنوات، وبالتالي يصبح كيف يمكن تحقيق السلام بين الجزئين المتحاربين في تلك المنطقة يا باسم؟ الذين اقتربوا من السلام لعقود من الزمان في تصوري بالمطارق الثقيلة المتبادلة ما عدم وجود رغبة حقيقية في السلام، وأعتقد أن الأمر يعود في النهاية إلى القيادة الفلسطينية. ولا أعتقد استنى لا أعتقد أن هناك قيادة عظيمة في كلا البلدين. أين هي شخصية نيلسون مانديلا هنا لتجاوز هذه الكراهية من كلا الجانبين؟ نيلسون مانديلا في الواقع انتقد نيلسون مانديلا إسرائيل لكونها مهووسة وحالتها إرهابية. وجهة نظري تتعلق بكيفية استجابة لبلد منقسم إلى هذا الحد. لم أقابل نيلسون مانديلا مطلقا، لذلك لا أعرف، ولكن مثلي هناك نقطة مهمة جدا يا بيرس. أريد أن أفهم ما هو منطق إسرائيل. قصف المدنيين في غزة، إذا كان هذا سيجعل إسرائيل أمينة، أريد أن أسمع المنطق في ذلك. لذلك إذا استمروا في القصف، ما الذين يأملونه في الحقيقة؟ أتعلم؟ نحن نعلم ذلك. هدفهم المعلن هو القضاء على حماس والقضاء عليها تماما، ويعتقدون أن حماس تعيش بشكل رئيسي في شمال غزة، وهم يدركون أيضا أنهم يعيشون بين المدنيين. لذلك فهو أمر صعب للغاية. أنت تعرف من الصعب جدا أن نرى كيف يفعلون ذلك دون أضرار جانبية هائلة يا باسم. لذلك إذا كان بإمكاني فهم ذلك بشكل صحيح، للضغط على المجتمع الفلسطيني في غزة للانقلاب على حماس، هل هذا ما تقصده؟ لأنهم يقصفون مدنيين هناك، وهذا بالضبط ما تفعله المنظمات الإرهابية. بعض المنظمات الإرهابية لن تكون هناك فرصة لهزيمة أمة بأكملها في معركة، لذلك فإنهم يرهبون ويقتلون المدنيين من أجل نشر الخوف والرعب حتى يتمكنوا من الانقلاب على حكومتهم لتغيير سياستهم أو الاستقالة. لقد قارنت للتو إسرائيل بداعش. لا أعتقد أنني لا أرى أي مقارنة بينهما. بيرس مورغان، إسرائيل هي داعش. المقارنة هي داعش وحماس، يجب أن نقارنهم معا. كلاهما مجموعتان عدميتان عازمتان على قتل أكبر عدد ممكن من اليهود وغيرهم. وتعلم ماذا؟ لا يمكنك الحصول على السلام مع الأشخاص مثل هؤلاء مطلقا. سأفعل شيئا لم يفعله أحد على تلفزيونك. هل تعرف ماذا سأفعل في حلقتك يا بيرس؟ سأتظاهر بأنني مواطن إسرائيلي. أنا ذاهب لوضع نفسي في المكان مستوطن إسرائيلي، وأريد التحدث إلى رئيس وزرائي بنيامين نتنياهو. السيد بنيامين، لقد قمت بالتصويت لك لأنك وعدتنا بالسلام والرخاء والأمن في 7 أكتوبر. هؤلاء الظالمين حماس دخلوا إلى السياج الثقيل بانتظام إنه يخضع لحراسة مشددة. عادة إذا كانت هناك حمامة تقترب منه سيتم إطلاق النار عليها. لقد دخل هؤلاء الأشخاص وظلوا هناك لمدة 6 ساعات قبل انتشار قوات الجيش الإسرائيلي. قتل أصدقاؤنا وعائلتنا، اختطفوا جداتنا وأطفالنا ودخلوا علينا. أنا أريد أن أسألك سيد رئيس الوزراء، بعد أن قمت بتقسيم المجتمع الإسرائيلي وقمت بتقسيم محكماتنا، ماذا تفعل بالأموال التي أعطيت لك الولايات المتحدة؟ أنتم تقصفون غزة دون أي اعتبار على الإطلاق لرهائننا شعبنا. لقد سمعت إشاعة في التقرير بأنك تفعل ذلك كذريعة لقصف غزة لتدفعهم إلى سيناء. ولم أصدق ذلك، لم أصدق هذا الكلام سيدي. ثم شاهدت مقابلة مع داني إيلون، لقد كان مستشارك الرئيسي وكان أيضا سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة. وتعرفون ماذا قال رئيس الوزراء؟ قال أن الحل بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الشاسعة والعيش فيها، إلى مدن الخيام مؤقتا حتى نبني غزة من جديد، ثم ندعوك مرة أخرى كما رأينا هذا الفيلم من قبل. لذلك عندما رأيت هذا لم أستطع أن أشرح لزملائي كيف يأتي لدينا الإسرائيلي. هل تتاجر الحكومة بأرواح البشر مقابل قطعة من الأرض؟ لذلك كمواطن إسرائيلي أحتاج إلى محاسبة حكومتي الإسرائيلية، وكمواطن أمريكي أريد أن أعرف كل هذه الأموال التي نعطيها لإسرائيل. نحن نمنعهم 4 مليارات دولارات كل سنة، وقال جو بايدن أنه أفضل استثمار قامت به أمريكا على الإطلاق. إذا كنت في مكان جو بايدن أود أن أقول
معذرة لقد سقطت السماعات مرة أخرى. أود أن أقول لو كنت جو بايدن كنت سأنزل وأخبرهم أنني كنت أكره هذا الاستثمار السيء. ولكن الشيء هو هذه هي المشكلة، إسرائيل دوما ما تجعل نفسها ضحية، ولم أرى قط ضحية تضع مضطهديها تحت الحصار وتقصفهم 24 ساعة. إسرائيل تريدكم أن تصدقوا بأنهم هم الضحية. التعامل مع إسرائيل صعب للغاية، إنه مثل أن تكون في علاقة مع مريض نفسي نرجسي، يضاجعك ثم يجعلك تعتقد أن هذا خطأ. أنتم تنظرون إلى إسرائيل على أنها الضحية، ولكن هذا خطأ.